محاولة يعني فرض واقع جديد لتغيير المكانة التاريخية للمسجد الأقصى هذا شيء غير مقبول. وإذا كانت يعني كان يعني الدول العربية والدول الإسلامية والعالم سكت على مثل هذه التصرفات يعني إحنا خلاص يعني القضية راح يعني ما راح يكون لها قيمة إذا فقدنا المسجد الأقصى. إحنا شفنا كلنا يعني مصلين في حالهم في المسجد يدخلون عليهم ويكسرونهم ويضربونهم بالبنادق ويربطونهم يعني تصرفات وحشية همجية يعني للأسف. وللأسف العالم يعني قاعد يتعامل بازدواجية المعايير. يعني إحنا نشوف لو مثل هذا الحدث حدث في مكان آخر ما نبي نقول على أديان أخرى لكن ردة الفعل راح تكون مختلفة. اليوم حتى إذا كنت تشوف استطلاعات الرأي في المجلات وفي المواقع يعني موقع مثل البي بي سي كان يعني أنتوا شفتوا الكل كان يشوف الحملة وكيف كان يعني هذا الموقع مضاد يعني مناو لاستضافة دولة قطر لكأس العالم. الاستطلاع الرأي اللي عمله بطولة كأس العالم في قطر حققت أعلى نسبة مشاهدة وأعلى نسبة نجاح باعتراف الجميع. بالنسبة لنا يعني احنا في النهاية احنا دولة صغيرة، مسألة القوة الناعمة والدبلوماسية الناعمة هذه جزء من إثبات وجودنا وجزء من حماية أمننا يعني تسهم بشكل كبير في ترسيخ موقع الدولة كلاعب رئيسي وكلاعب مهم لدول المنطقة ودول العالم، وهذا يسهم بشكل مهم جدا في حماية الدولة وفي الدفاع عنها. وقطر يعني الانطباع عنها اللي ينشاف من الخارج وقد ينشاف من الداخل أيضا أنها دولة غنية ودولة يعني قامت على موارد طبيعية وخلاص واستفادت من هذه الموارد وفقط قاعدة تصرف هذه الموارد. أولاً إذا إحنا قارنا أداء الاقتصاد القطري بالأداء العالمي الحمد لله أداءنا دائماً كان أفضل، ودائماً لو تلاحظ تشوف معدل مستويات التضخم مثلاً اللي قاعدة تصير في العالم دائماً دولة قطر أقل من المتوسط العالمي، وهذا يعتبر أيضاً يعتبر يعني كأداء اقتصادي أداء اقتصادي جيد ومبين أنه يعني ليس بالاقتصاد الهش والاقتصاد الضعيف. كان هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية والتعامل ومقاطعة النظام السوري في ذاك الوقت، وهذه الأسباب ما زالت قائمة بالنسبة لنا على الأقل في دولة قطر. صحيح أن الحرب توقفت ولكن الشعب السوري ما زال مهجر، في ناس يعني أبرياء في السجون، في أشياء كثيرة. إحنا لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، الشعب السوري هو اللي راح يعني يجب أن يوصل الحل، يجب أن يكون في حل سياسي للأزمة السورية. دولة قطر قرارها كدولة منفرد هو أن لا تتخذ أي خطوة إذا ما في تقدم سياسي، ما في يعني حل سياسي للأزمة السورية. وإحنا نتمنى أن يعني أن يكون في حل في أسرع وقت ممكن، والحل هذا في يد السوريين وليس في يد دولة قطر.